السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. وقبل ما نبدأ الخبر اليوم، ياريت تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. امبارح الدنيا اتقلبت على وفاة صاحبة قناة سوبر زهرة ومروة، والكل بقى حزين وزعلان، وأنا واحدة من الناس دي. ما كنتش أعرفها وعرفتها قدرا، القناة جت قدامي إن هي ماتت، ودخلت سمعتها وبقيت أسمعها وتأثرت جامد بالمواضيع اللي سمعتها منها ووصيتها والكلام ده كله والحاجات اللي مرت بيها في حياتها. ودلوقتي طلع خبر بناتها ظهروا على قناة بيقولوا إن قناتهم اتسرقت، وإن مامتهم عايشة بس تعبانة ومخبيين عليها عشان هي تعبانة. بصراحة أنا مش هتكلم في أي حاجة ولا هقول أي حاجة، انا هسيبكم انتوا تعلقوا. الله اعلم بقى، ان بعض الظن اسم. انا مش هظن في حد حاجه، بس انا ما بقتش فاهمه حاجه، يعني انا بصراحه ما بقتش عارفه حاجه. هل فعلا القناه اتسرقت فعلا في التوقيت ده اللي هو قبلها بيوم، ان هي تعبانه وراقده في المستشفى واخد علاج غلط ومش قادره تتكلم ولا بترد على حد؟ تاني يوم على طول القناه تتسرق. الله اعلم، ان بعض الظن اسم. انا مش هاخد ذنب حد، الله اعلم. ممكن فعلا تكون القناة سرقت، ممكن حد يكون استغل الموقف ده وسرق القناة وقال هو ده التوقيت المناسب، الله اعلم. انا مش هتكلم اكتر من كده، الله اعلم. العلم عند ربنا، كل واحد ربنا هيحاسبه، كل واحد على قد نيته وعلى قد اللي بيعمله في الحياة ربنا هيحاسبه، سواء بيعمل خير سواء بيعمل شر. محدش هيهرب من ربنا سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. مش عارفه اقول ايه اكتر من كده. طبعا سواء الحرامي اللي سرقها او سواء اي حاجه تانية، بس انا طبعا المفروض ان انا اطلع واقول ان هي عايشه واكذب الخبر. ربنا يبارك في عمرها، والحمد لله ان هي عايشه. اهم حاجه ان هي عايشه عشان خاطر بناتها. ربنا يا رب يبارك في عمرها لبناتها. طبعا البنات تصعب لوحدهم في الحياه، ربنا يبارك فيها ويبارك في عمرها ويحفظها لهم. اللهم امين، اللهم امين يا رب. ما يحرم حد ابدا من والدته، اللهم امين يا رب. دمتم بامان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.